عليكم. اليوم غادي نديرو الصالة نتاع الصاري، عندنا هاد القطعة نتاع الصاري. الصاري كما كتعرفوا خدمتو منه فيه، ولكن المشكلة كتكون في الصالة، إلا ما كانش المعلم معلم ما كيخرجش البياسة نتاع الصاري مزيانة. هاد البياسة دابا عندنا فيها هاد القطعة هاد الجهة هي اللي عامرة هكا، لما باقي فيه هاد السلتة هنا وفي هاد السلتة هنا. دابا حنا خصنا نخرجو شيطة تكون مزيانة ان شاء الله. نقولو بسم الله ونهضرو. دابا شنو غادي نديرو؟ هاد الجهة اللي عامرة هكا غادي نديروها في الجلايد القدام، لتحت نتاع الجلايد القدام. هانتوما قلتو ليا البال كيفاش شنو غادي ندير. غادي نشد الطرف على الطرف وغادي نقادو القطعة ديالتنا، وتنحاولو نشوفو الزواقة واش مقادة. هاهي الزواقة مقادة، بعد النوبات راه الفورنيسور دوك لي كانو خدمو لقيط يكونو دارو فيها شي ديفو. نتا ملي بنادم ملي تيكون تيفصل المعلم تيرد البال إلا كان شي ديفو تيحاول يحيدو. هدا مكان. دابا غادي نجيو لقياس السيدة. القياس عندنا السيدة عندها 46 في الكتاف، وعندها الكم فيه 60، وعندها راس الكم فيه 24، وعندنا الصدر هذه مرة كبيرة عندها 33 كبيرة وعمرة، وهذا عنده البصة عندها 34، والطول كامل تاع التكشيطة 1.50 متر. وغادي نشدو نقطو الطول الكلي نتاع التكشيطة. التكشيطة ماشي بحال الجلابة، الجلابة تنخليو فيها لوغلي تاع التحت، التكشيطة ما غاديش نخليو فيها لوغلي لان تخدمو لها الجليل. نخليو غير سنتيم في الخياطة الفوق وتنخدمو. احنا نشدو الطول تاع الياسة ونجرو تاني التوب كيف تنديرو باش يقدنا الطبلة. دائما نقدو الزواقة ديالتنا، ردو البال، الصدر مهم تيخص الزواقة تجي فيه مقادة. وهاد القطعة راه دايرين فيها هما شي غلط، الزواقة ما مقداش، وغادي خصنا حنا نقدوها. دابا كدينا التوب كدينا الزواقة ندوزو للصالة. قبضنا الطول الكلي، نديرو 8 سنتيم نتاع التوق، 8 سنتيم نتاع التوق. هاهي هاد السيدة مرا كبيرة ما غاديش تبوي تقويرة كبيرة، غادي ديرو فيها غير 11 سنتيم بارك عليها. عندها 46 في الكتاف، غادي نديرو 46 على جوج هي 23 ونزيدوها سنتيم في الخياطة غتكون عندنا 24. الناس الكبار ما تيبغيوش داكشي معزول، يبغيو اتساع. عندها في الصدر 33، غادي ننزلو من هنا لهنا ب 33 ونطراسيوها. ها دابا نتلو لكم طريقة زعما مبسطة. ها هي 33 تاع الصدر ونزلو ب 60 سنتيم عند قياس الخصر. ها هي 60 سنتيم قياس الخصر، عندها هي الخصر هو البصة عندها فيه 34، 34 سنتيم في الخياطة هي 35. دابا غادي نجي نوريكم الطريقه نتاع التركيز. كيف قلت لكم في اخر فيديو غادي نوريكم الطريقه تاع التركيز. عندنا قلنا 23 في 46 في كتف تعطينا 23 وسنتيم هي 24. هذيك 24 في هذا الخط غادي نعبروا 24 تاع التنانيس ونكملوا على الخط. انتم غير ردوا معايا البال، نكملوا على الخط
نورمالمون راه خصني نطراسيه كله، ولكن انا خدامه في وجه الثوب، غادي نطراسي غير من هنا باش ما يتكرش ليا الثوب. عند هذا الخط اللي طراسيت ونكمل هذا الكارو باش نقول لكم الطريقه اللي تخدموه بالبيروكي تركيز، ولا تخدموه حتى بلا بيروكي اسهل طريقه. شي حد اللي ما عارفش كاع يخلي يفصل راه غادي يعرف يفصل. غادي نجي وغادي نطلعو من هنا بثلاثة سنتيم وندوزو من هنا لهنا بثلاثة سنتيم، هانتو ثلاثة وهنا ثلاثة، وغادي نجيو والبيروكي ديالنا ها هو البيروكي ديالنا، ها البيروكي ديالنا غادي نلاقيو الخطوط هنا. ها هو عطانا هاد الخط هاد النقطة، وغادي نجيو هكا ونلاقيو وغادي نوري انني قن عبارتي الفصالتي اللي كنفصل انا هنا. راه تنزلو بديك 3 سنتيم ها هي من الكتف، وانا فصلت المره عندها 33 في التركيز، ها هي خرجت ليا بالضبط 33، عندها 33 في الصدر وسنتيم 134 ها هو. بغيت نجرب باش نشوف فصلتي، ها هي عطاتني 33 في التركيز، انا فصلتي هي هذه الضربه تاعتي تاع المقص هي هذه صافي. وندوزو للقسام، القسام كما كتعرفوا تنحاولوا نخدموا بمقص اللي ما يخسروش لنا، ماشي داك المقص باش نخدموا ديما، المقص اللي واخا قاسو الحديد واخا قاسو العقيق وخسر ماشي مشكل. تنتبعو غير القطعة، تنتبعو غير التراساج اللي تراسينا، ونمشيو دائما غاديين بالمقص ونخرجو عند جهة تاع الجليل القياس اللي درنا. سيده كبيره ما غاديش نديرو ليها الايفازير بزاف، ما غاديش نخرج، ما غاديش الجليل يكون عامرين كعراض بزاف حتى 45 مزيانه بارك عليها. ودابا كملنا القسان، كملنا القسان تاع الامام، ردوا لي البال كيفاش نو غادي نديرو. هذا الامام قسيناه، هذا الخط تاع الجلايل، هانتوما ردوا البال كيف غادي ندير الثوب باش نفصل الظهر. هنا القلبه تاع الثوب اللي خصكم تعرفوا، هاد الجهه غادي تبقى لينا واحد الجهه في الظهر، الا ما رديناش البال واحد الجهه في الظهر غادي تجينا فيها الزواقه، هاد الزواقه غادي تجينا في جهه وحده لان الجهه الاخرى ما كايناش. هنا غادي نقادو على اساس هانتوما، دابا غادي نقلبو هذاك اللي كان في الجليل غادي يجي في الظهر، غادي نقلبو الثوب وهاد الزواقه اللي شايطه هانتوما. ما غاديش نعاودو نعبرو ونعاودو من جديد نفصلو ونعاود، غادي نجيو هانتوما تكونو نتمنى منكم تكونو ردي البال. هاد الجهه التقويره تبين لكم هنا فين ضربنا التقويره نتاع التراكز، في
ها فين غادي نحطو، ها فين غادي نحطو الكويره نتاع الكوتا. غادي نهزو الثوب اللي في الصنة، الطرف اللي في الصنة نتاع الامام، غادي نهزوه كي هو. وغادي نحطوه باش يسهل علينا الصلاه وتجينا بياسه قياسات ميتين على خطوهم من الدار، ماشي كبير من القدام ماشي. هانتوما هانتوما شتو هنا باش يقدنا الثوب، نقتصدو على الثوب وجينا خدمه مزيانه. البلاصه فين قورنا التركيز اللي كانت في الظهر اللي بقات لنا شي شويه عريضه، هي فين دخلنا فين دخلنا القدام باش نقطعوا منها التركيز تاع الظهر، ما نضيعوا والو من الثوب. نعاودوا نتقنوا العبار الكمام، نتقنوا العبار الكمام من عبار الكتاف 43 46 هي 23 وسنتيم هي 24 صافي ونقطعوا. هاد القديره تنساها ديما، الظهر كنزلو هاد الطراساج تنزلو بواحد جوج سنتيم من هنا وتنقورو، ها غير بيديك تنزل تدوريها. حتى هي شنو بقى غادي نوريها لكم بالبيروكي بالنسبه للمبتدئات، وتنتبع القطعه بالنقص. هانتوما صافي غادي نمشي هكا بالمقص تنكمل نزله كلها. ملي نبغي نطوي الثوب باش ما يتفوتوش ليا، نتوما حسنت ديروا نفيتات. هانتوما بلات بلي بالنسبه للمبتدئات دير نفيته هكا فوق الثوب تشد الدار مع القدام باش ما يهربش ليها. حنا مع ليكسبيريونس ومع بنادم ديما كيفصل وهذا كتكون ماشي بحال اللي عاد غادي يبدا، وحتى حنا دزنا من داكشي، حتى واحد ما زاد معلم كلشي، الناس يتعلموا وباقي كنتعلموا دروك دروك، باقي تنتعلموا باقي تنلقاو افكار جديده، باقي ما عمر بنادم تيخصو يقول راه هو تعلم لكم. دابا حنا طويناه طوينا لكم على ربعة، كاتينا الزواقة. هاد السيدة كليانة كبيرة يعني تركيز كبير، هنا التقويرة نتاعتكم هاي تكون كبيرة. حنا درنا لها 33 32 غنخلي غير 32 وغادي ندير بيديا عادي. سمحوا لي تمسح لي المقطع فاش قطعت لكم، المقطع فاش قطعت لكم تمسح، هاي نعاود معكم قبيل تراسينا لكم، تراسيت لكم التقويره تاعت لكم يمكن تراسيوها. تنحطو غير الكسده اللي قطعنا لان هادي دابا مرا كبيره ما غاديش تبغي داكشي اللي تنفصلو بالعبار. هانتوما تتحطي وتتقطعي، الطول تاع لكم راه هو شادينو، العرض تاع راس لكم السيده راه عندها 24 في راس لكم. لقينا ولقيت هذا الراس مع هذا الخط النقطه مع هذا النقطه وقطعت، وهكا القطعه ديالتنا راها كملات. واللي عندها شي مشكله في الصاله تواصل معايا في الخاص ولا تحطوا لي في تعليق، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.